ميكروز اللي هي تقريبا في 7%، لكن كي نجيو نركزوا اكثر على الكومبوزيسيون تاع البانيه تاع تونس نلقاو تقريبا 60% من البانيه هذه اللي هي جايه من الماكله والشراب، جايه من السكنه ومن الفاتورات، واللي هي جايه من النقل، مع بعضهم يكونوا 60% من البانيه تاع التونسي. نسبه الانديس دو بري على كونسوماسيون تاعهم يطلع في فوق ال 20%، يعني البيرسيوم تاع المواطن التونسي اكثر بياسر من 7% اللي نحكيو عليهم. اللي قاعدين نلاحظوا فيه لاول حاجه نحكيو من بعد ممكن على احنا جايين نلقاو في حل المقدره الشرائيه مش للصندوق التعويض في حد ذاته. عندنا مسالك توزيع في تونس، كل مره وزير التجاره يخرج لنا مسالك التوزيع والتفاصيل نتاعها، نعرفوا الوضعيه بالكدا، وقايت ظلي نتعداو للاكسيون ونضربوا الناس اللي قاعده تحتكر ونخدموا على مسالك التوزيع ونعطيو للاداره التونسيه باغ ان ديبلومون دي مويان الامكانيات باش تراقب مسالك التوزيع هذه. حاجه اخرى زاد خدمات عموميه في المستوى، فما حاجات مش قاعدين نراو فيهم اليوم قاعدين نتعداو سومارين، لكن كي نعطيكم رقم نقول لكم 38.5% من مصاريف الصحه في تونس يدفع فيها لي ميناج من جيبهم، يدفع فيها العائلات من جيبهم. هذا حاجه قاعده تعدى مش قاعدين نركزوا فيها. منين لازم تدفع؟ لي نورم انترناسيونال يقولوا 15% فقط من جيب المواطنين، ويلزم تكون فما مساهمه اكبر من الكنا ومن الدولة، وخاصة زادة علاش لا ما خموش انه الدولة تدعم دي زاسيورونس كومبليمونتيغ مثلا، انه الدولة تحسن في جودة الخدمات نتاع المستشفيات نتاعها، ان غو ديبلومون نتاع مصروف الكنا مثلا في اتجاه المستشفيات العمومية، الكنا 60% من مرتديها ومن الناس اللي مقيدين فيها في الفيليير بيبليك، لكن 60% من مصروفها ماشي للبريفي، ديزيكيليبر ماشي ويجي وقاعد يأثر على المصروف نتاع التوانسة مباشرة في الصحة. عندنا اليوم التعليم ماشي ويزيد يثقل على الجيب نتاع المواطنين، اسال ما كانش تسال قبل 20 سنه تالي كي بابا رباني ما كانش يخم باش يقريني في البريفي ولا كان يخم باش يقريني تيوت. دونك مقدره الشرائيه نتاع ابو العائله التونسيه ولا ام العائله التونسيه اليوم ولات فيها دي بارامتر جدد اللي جايين من جر التنازل الدوله وتراجع الخدمات العموميه. مسالك توزيع، تحسين في اداء الخدمات العموميه، وحاجه اخرى حكينا عليها مالي فات اللي هي الانفلاسيون امبورتي. دينار غير متعافي هو ضرب مباشر لجيب المواطن. كي تزيد على هذا السياسه نتاع دوله اللي هي تبنيت عندها مده على في بلاصه سياسه اكسبونسيونيست عملنا سياسه انفلاسيونيست. زيادات في الشهريات ما قبلها زياده في الانتاج والانتاجيه. لوتي اندستريال نتاعنا رغم اللي ما تراجعش برشا لكن ما قدمش برشا، ما عندناش اليوم ايكونومي دي شيل، ما عندناش تشجيع على التصدير. مش لازم نعاودوا ناخذوا دروس من وزير الخارجيه الايطالي ولا السفير الايطالي سامحني اللي قام اليوم عطينا فيه دروس على تنظيم اقتصادنا ولا بعض اللوبيات والعائلات المتنفذه اللي اقتصاد مسطر تصير على خاطرها. لكن مهم جدا انه بلادنا تتوجه نحو التصدير في بلاصه ما تخلق دي كونسيسيون في وسط البلاد. شكرا. قطاعات معينه.